الطبية. الحديث عن أمير سعيود يلعب الركنية بالرقم 10 داخل المنطقة بالكعب المطالب وجود ركلة جزاء بالفعل. ركلة جزاء بالفعل مبكرة. 0 في الأول من نوفمبر، هدفين وممكن يكون الثلاثة يسدد. جول الشباب الكبير، يبدأ التسجيل عن طريق الكبير حمزة. حمزة بالحول يسجل أول أهداف المباراة لصالح شباب بلوزداد من علامة الجزاء. اسمك غالي وعلى بالي، أعلامك في السماء ودايم يشالي. هكذا هي الأمور بالنسبة لجمهور أحمر متعطش جدا للعودة من الانتصارات، وبالتالي يضع الكرة في زاوية أسامة بنبوط، أسرع من بنبوط، وبالتالي يفتتح باب التسجيل. عودة مظفرة من شباب بلوزداد، يبعد عن الخروج ولما لا بهدفين، والذهاب إلى حجرة الملابس بمعنويات وأريحية أكثر على التنفيذ. لعبة الكرة بالراس، الله محمد سفيان بوشر يسجل الهدف الثاني. نعم نعم نعم، ما أجمل الذهاب لحجرة الملابس وفي جعبة السلمي، هدفين مقابل لا شيء في شباك شبيبة القبائل، وهذا ما حدث برأس بوشر. سالكا يا الحمراء سالكا، ولكن رزكي مافي ساكنة في قلبي ساكنة، نقول السيف السربي ينجح في اللقطة الماضية. بوشر أعلى من الجميع، يضع الكرة بالرأس. هناك يبدو لي بأن هناك مساندة كانت حاضرة، وبالتالي الكرة سكنت شباك جيسكا، يعلن مع السيربي على التقدم. هي مباريات صعبة فيها 18 نقطة في ميدانه، 12 خارج ميدانه، ثلاثة نعم، ثلاثة نعم، خلاها 3-0 سويبع، خلاها 3-0 سويبع. السيربي جعل من النتيجة في شوط المباراة الأول قاسية على شبيبة القبائل، ثلاثية مقابل لا شيء. استفاد من حالة أو أبناء العقيبة في شوط مباراة أول رائع بالنسبة لهم. سيهيك إليك الكلمة. شكرا سي محمد. إذن نتيجة بحث عن العودة بهذه المباراة، السادس بطاقة صفراء هذا الموسم على الكابيتانو شمس الدين. إحراز هدف أول، تصبح النتيجة 3-1. الله، سجل أول الأهداف شبيبة القبائل، الفريق الذي لا يريد أن يستسلم في هذه المباراة. الأصفر سجل، الأصفر سجل، نكند الكبايل الراوينو دي جرجر جيسكا نحمل عزيزين ما العمر. كان بالنسبة لي أتمنى أن أقول في وضعية أفضل لشبيبة القبائل، لكن لأنهم يريدون ذلك أبناء جرجرة جيسكا يحبونها عزيزة كالعمر هكذا.